عمري 39 سنة، الله يخدم الحاكم ياسر في القصرين. ضربوني، هانوني ياسر، سامة الورتيني. مشينا نجري على خدمة، مشينا واحد هاني ضربني، عرضني نهار ثلاثة جرافي بالمطرق، شي شكيت بيه مخدرش لي حقي. نهار خمسة جرافي قالي بعدك ما تعمل لي، زاد ضربوني كالعادة بومبا غاز، ودخلوني بالكرهبة ضربوني الفرقة. خذيت ليسونس وشعلت روحي عليهم. نهار ثلاثة جرافي سبت بن علي بحضر المحكمة في الاعتصام تاعك المحامين، قال لي واش عملت ما عملت محسوب، ضربني وعملت سيرتيفيكا وعملت شو شكيت بيه ما خدش لي حقي. نهار خمسة جام في عرض لي، قال لي واش عملت ما عملت لي، قال زاد ضربوني بالغاز وضربوني هنتوني بالكدا وخلوني مرمي وشو. خذيت ليسونس شعلت روحي حبيت شعلهم معايا وكاو، حبيت شعلهم معايا، حبيت شعلهم معايا. وقال لي ما عندك ما تعمل لي، وحتى بعث لي ميساج نفس السبيطار ما عندك ما تعمل لي. حتى حد ما طلع لي في العيد، وحتى حد من الرئاسة، وحتى حد نسوني فرموني هنا ونسوني وكذا. جاني واحد يخدم الحاكم، قال لي انت ظلمت سير مرتين، قلت له ما ظلمتوش. قال لي انا وصلك ميساج رو... انت اللي غيرك عاد ما تعملون وراك تموت تموت كلب قلب. هذا ميساج بعثوا لك؟ اي سير مرتين بعثوا لي، بعثوا لي واحد يخدم الحاكم، يخدم قفصه من قفصه قفصه زميل. تعرف تو الحكم اللي يصدر في قضية خمسة سنة، خمسة سنة، خمسة سنة، ولا اللي ما خليش حي، أنا ما خليش حي، والله أنا خليته حي، ولزني يقتل روحي والله، كان خلوني مواقف. وش هي حياتي أنا تو؟ حتى في الصغير شوف كيف تو؟ نهارين تو جتني بني وليد جابوا كاميرا قال لي نحب نصوروا معاك. طلع مني دا تونس ونحب نعاونو نجرو معاك، جيني نخاف المهم في كلينيك مرمي حتى حد ما طلع عليك ونعاونو داركم. فضت ما حبيتش. علاش خويا حسن فضت؟ خويا فضت من برشا نواحي، وصوني قالوا لي باش نلعبو بيك، مني دا تونس مشي باهي، وانا باش غسلت نكتب. عندي ما بتاع شراب وعندي ما بتاع واحد ويا ما تيمش.